متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا تشير إلى اندفاع كميات كبيرة جدا من الغبار والأتري ضمن عاصفة رملية سميت وفق لجنة تسمية الحالات المناخية في المملكة العربية السعودية بالحالة حمراء، كنية لكثافة الغبار في هذه المناطق. هذه العاصفة الرملية وصلت عند وقت بث هذه النشرة الجوية إلى العاصمة الرياض، ووفق تقارير بحسب مطار الملك خالد الدولي في شمالي العاصمة الرياض، فقد بلغت مدى الرؤية الأفقية حوالي 50 مترا فقط، ومن المتوقع استمرار اندفاع هذه العاصفة الرملية تصل إلى مناطق الجبيل والدمام، إضافة إلى البحرين وأيضا قطر والهفوف، ولاحقا تندفع هذه العاصفة الرملية إلى مناطق أخرى. سابقا غطت هذه المناطق أيضا ذات العاصفة الرملية، فقد أثرت في وقت سابق على القصيم، إضافة إلى حائل وأيضا حفر الباطن وعموم المناطق الشمالية في أقوى عاصفة رملية تؤثر على المملكة منذ فترة طويلة. بالانتقال إلى طبعا آخر الخرائط الجوية الواردة لدينا، والتي تشير تقريبا إلى اندفاع يعني هذا الغبار مرة أخرى إلى المنطقة الجنوبية من المملكة، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يندفع هذا الغبار إلى المنطقة الجنوبية من المملكة، حيث يتوقع بمشيئة الله تعالى هذا الوضع الحالي حاليا، حيث يتوقع بمشيئة الله تعالى هذا الغبار أن يندفع نحو المنطقة الجنوبية كما نلاحظ، لينتشر مع ساعات صباح يوم السبت إلى مناطق جنوب غرب المملكة، المناطق الجنوبية والمناطق الجنوبية الشرقية والإحساء، واستمرار تأثر عموم المناطق بأتربة مثارة ورياح نشطة، كما يتوقع أن تصل هذا أو يصل هذا الغبار إلى أيضا دولة الإمارات بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للعاصمة الرياض يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبدأ بعد وصول هذا الغبار إلى ذروته مع ساعات هذه الليلة أن يتراجع بشكل تدريجي نهار يوم غد، ولكن خلال هذه الليلة مستويات الغبار ستكون مرتفعة جدا وللغاية. هذه خرائط توقعات طبعا الرياح، والتي تشير إلى أن هذه العاصفة الرملية ستصل بمشيئة الله تعالى المناطق الجنوبية من المملكة، كما نلاحظ هذه الألوان تنم إلى وصولها إلى المنطقة الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية الشرقية وعموم المناطق الجنوبية من المملكة خلال ساعات هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لتوقعات درجات الحرارة، فاليوم طبعا بلغت درجات الحرارة مستويات عالية جدا بسبب هذه الكتلة الهوائية الحارة التي اندفعت كمقدمة لتأثير هذا المنخفض الجوي الذي من أصل خماسيني، والذي أثر على منطقة بلاد الشام، ومن ثم انتقل باتجاه المملكة. نهار يوم غد السبت انقلاب جذري على الأجواء وانخفاض تام وكبير جدا على درجات الحرارة، كما نلاحظ هذه الألوان الخضراء تنم على هبوب رياح باردة باتجاه المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، وبالتالي تراجع كبير مرتقب على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى يوم نهار يوم السبت. درجات الحرارة هذه الليلة أيضا ستتراجع بالتزامن مع العاصفة الرملية. هذه ليلة الأجواء مغبرة وعاصفة في العاصمة الرياض، درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية. في حين إذا نظرنا لتوقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة، نجد أن غدا سيبقى الطقس مغبر بشكل عام، 27 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 14 درجة مئوية. يوم الأحد 28 والصغرى 17، ارتفاع قليل درجات الحرارة. يوم الاثنين تصل إلى 31 درجة مئوية مع أجواء مائلة للحرارة في ساعات النهار و20 درجة مئوية في ساعات الليل. درجات الحرارة المتوقعة العظمى يوم السبت والصغرى ليلة السبت على الأحد في مدن ومحافظات المملكة، سنبدأها شمال من إسكاكا 20 إلى 11، في عار 19 إلى 9، وفي تبوك من 27 إلى 14 درجة مئوية. في غرب المملكة تكون في مكة المكرمة 37 والصغرى 23، في الطائف 28 إلى 17 مع أجواء مغبرة، كذلك أمر في المدينة المنورة من 33 إلى 19، وفي جدة من 29 إلى 23 درجة مئوية. في جنوب غرب المملكة تكون في أبها 26 إلى 14 مع أيضا أجواء مغبرة تصل إلى هذه المناطق، في الباحة من 23 إلى 14، وفي جازان من 32 إلى 25 درجة مئوية. في الأحساء أيضا أجواء مغبرة بعض الشيء 27 إلى 12، في الدمام 26 إلى 16، وفي حفر الباطن 22 إلى 10 درجات مئوية. أما في المنطقة الوسطى فتكون في العاصمة الرياض 27 إلى 14، في بريدة 23 إلى 12، وفي حائل من 23 إلى 10 درجات مئوية. توصيات هامة طبعا ما زالت قائمة في ظل هذه الظروف الجوية السائدة والمتوقعة في المملكة، وهو من ضرورة الانتباه من سرعة الرياح، بضرورة طبعا تثبيت المقتنيات، من مخاطر ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء،
ومما ذلك له تبعات أيضا على مرضى الجهاز التنفسي والعيون والانتباه أثناء المسير على الطرقات خاصة الخارجية من التدني التام لمدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب هذه العاصفة الرملية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.